من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله جل وعلا بين في هذه الآية أن هنالك صنفا من الناس يبيع نفسه وماله وكل ما يملك ابتغاء رضا الله جل وعلا، طمعا في جنة الله، واتقاء لناره وأليم عذابه. وهذه الآية نزلت في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهيب الرومي، واسمه صهيب بن سنان، ولقب بالرومي وهو من العرب، ولكنه لقب بهذا اللقب لأنه أسر وسبي إلى الروم، فاشتراه عبد الله بن جدعان وأتى به من الروم وأعتقه، فمكث زمنا طويلا في بلاد الروم، لذلك لقب بالرومي رضي الله عنه. وقصة نزول هذه الآية حكاها سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال: لما أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، تبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وأخذ كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني أرماكم رجلا، ويم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل ما في كنانتي، بكل ما معي من سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيئا، افعلوا ما شئتم، وإن شئتم خذوا أموالي وثيابي، دللتكم على مالي وثيابي بمكة. قالوا: نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى صهيبا، قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فالله جل وعلا قد أنزل هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
والله رؤوف بالعباد. ففيها فوائد عظيمة نقف مع بعضها. أولها صدق الصحابة رضوان الله عليهم وحبهم لدين الله جل وعلا وقوة إيمانهم بهذا الدين، فقد خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة لا لطلب دنيا ولا لطلب مال، إنما أخرجه دين الله وما عند الله طلبا لرضا الله جل وعلا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كما قال الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد اختارهم الله واصطفاهم الله واجتباهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولحمل هذه الأمانة ولحمل هذا الدين وإيصاله لنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما جاءه النفر من قريش نزل عن راحلته وأخذ كنانته بيده فقال لهم: يا معشر قريش، لقد علمتم أني أرماكم رجلا، فكان هو أحسن رامي، من يرمي بالسهام. فذكر لهم ذلك وكان حاصلا، فكان من أرمى الناس وأمهرهم، بل هو أمهرهم. وهذا يدل على شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم. صحابة كانوا رجال شجعان فرسان رضي الله عنهم، كانوا مستعدون، بل ورد ذلك منهم بأن فدوا هذا الدين بأموالهم وأنفسهم كما في هذه القصة. لقد علمتم أني أرماكم رجلا، وإيم الله أقسم لهم بالله، وإيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي من جنانتي. وهذا من شجاعته. فالقوم الذين أتوا قيل ما يقارب 60 رجلا، هو رجل واحد، فأقسم لهم بالله أنهم لن يصلوا إليه ولن يستطيعوا النيل منه حتى يفرغ ما في كنانته من السهام، ثم بعد ذلك يضرب بسيفه ما بقي منه بيده، أي ما بقي منه من روح، يضرب بسيفه، ثم بعد ذلك انقدروا عليه. قوة عجيبة وشجاعة أساسها إيمانهم بالله جل وعلا وصدقهم فيما عاهدوا الله عليه. فقال لهم: افعلوا ما شئتم. ثم بعد ذلك قال لهم: وإن شئتم دللتكم على مالي وثيابي بمكة. هذا ليس خوفا منهم،
كما أسلفنا فهم شجعان ورجال. ومقدمة القصة تدل على ذلك. في البدء مستعد لمبارزتهم، ثم بعد ذلك ذكر لهم الخيار الثاني. لماذا؟ لأنهم يحبون أن يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أن يطيعوا الله جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على حكمتهم وعلمهم وفطنتهم. قد يقتل منهم عددا كبيرا ثم يقتلونهم، ولكنه أحب دين الله جل وعلا ويريد أن يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: دللتكم على مالي وثيابي. كل أمواله تركها بمكة في مكان ما، بل وحتى ثيابه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فدى نفسه من غير خوف بكل ما يملك وبكل ثيابه لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، حبا في هذا الدين ورغبة في رضا الله جل وعلا. فما كان منهم إلا أن قالوا نعم. وهذا هو ديدن أهل الشرك، يحبون المال من قديم الزمان إلى هذا الزمان. ناس يقعوا في الشرك بالله جل وعلا طلبا للمال، الرزق الذي كتبه الله على كل نفس، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. بل قبل هذا الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق عند الله جل وعلا مكتوب ومسطر، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ولكن بعض الناس يقع في المحرمات وفي الشرك الذي هو أعظم المحرمات وأعظم المنكرات بطلب هذا الرزق. يذهبون إلى العرافين والدجالين والمشعوذين، يكتبون لهم التمائم، يقول لك ده حجاب بتاع رزق. منذ متى كان الرزق يطلب عند الدجالين والمنحرفين والمشعوذين؟ فالرزق عند الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق عند الله جل وعلا، فلنحذر يا عباد الله من الوقوع فيما يغضب الله وفي الشرك الذي يحبط كل العمل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من أتى بصلاة وصيام وصدقة وصلة رحم وغيرها من الأعمال الصالحة، ولكن خالط هذا العمل شرك، فإن هذا العمل حابط لا محالة. فلنحذر يا عباد الله، ولنطلب الرزق بما شرعه الله جل وعلا. وأولها الدعاء، اسأل الله أن ييسر الأرزاق وأن ييسر لنا سبل الكسب الحلال، ثم نأخذ بالأسباب.
في طلب الرزق، ولنحذر ألا يشغلنا طلب الرزق عن عبادة الله جل وعلا فنكون من الغافلين. فغاية الإنسان المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يعبد الله جل وعلا ويخلص له العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين، عبادة الله جل وعلا. فنطلب الرزق لكي يعيننا في هذه الحياة الدنيا على عبادة الله وعلى رضا الله جل وعلا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة رآه، أي رأى صهيبا رضي الله عنه، فقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، أي لقد ربح بيعك يا أبا يحيى، بيعك الذي بايعته ونفسك التي بعتها لله جل وعلا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فعلم الله جل وعلا صدق نواياهم وإخلاصهم في دينهم، فأنزل في حقه هذه الآية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لعبادته، وأن يرزقنا رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فالله جل وعلا أنزل هذه الآية كي نؤمن بها ونعمل بها ونطبقها في حياتنا. وهذه القصة ذكرت للعبرة، فنحن مسلمون ومؤمنون بما هو من عند الله جل وعلا وما عند رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم هذا الدين كما فهمه هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. بفهمهم هم، لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروا الوحي، بل ونزل فيهم معظم هذا القرآن. فيجب علينا أن نكون صادقين في عبادتنا لله جل وعلا، عبادة تكون خالصة لله جل وعلا، قائمة على ما جاء به الله وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نقصر في حق الله جل وعلا. هذا يدل على التعظيم لدين الله ولحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا. ثانيا، نأخذ منها الشجاعة في موضعها. فهؤلاء الصحابة من أشجع الناس بعد الأنبياء والرسل،
لا يخافون في الله لومة لائم. لا بد الإنسان المسلم يكون شجاعا، لا سيما في دين الله جل وعلا، ولا يجامل في الحق كائنا من كان. ثالثا الصدق مع النفس ومع الناس. فصهيب رضي الله عنه أخبرهم بمكان ماله وثيابه، فما سألوه كيف نصدقه وما الدليل على كلامه؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون صدقه. هؤلاء الكفار يعلمون أنه صادق، لذلك قالوا نعم وذهبوا ووجدوا ما قال. الصدق يا عباد الله، لأن الكذب يعني بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذ بالله. فهؤلاء صحابة هم قدوتنا في هذه الحياة الدنيا، نقتفي أثارهم ونحبهم ونبغض كل من يبغضهم ويطعن فيهم ويقول فيهم ما لا يعلم أين سيؤدي به ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. مثل جبل أحد، كثير منكم شافوه، جبل عظيم ذهب أنفقت في سبيل الله خالص لوجه الله جل وعلا، ما ساويت ما أنفقه صحابي قدر يد الإنسان أو نصيفه يد واحدة في سبيل الله جل وعلا. وبعد ذلك يأتي من يطعن في صحابة رسول الله جل وعلا ويقول: اقتتلوا في السلطة وفي الدنيا وفي الإمارة. سبحان الله، صحابة زكاهم الله جل وعلا ونزل فيهم قرآن، يأتي من يطعن فيهم. من الشيعة ومن الذين يدعون الإسلام حتى يقولون لا إله إلا الله ويطعنون في صحابة رسول الله جل وعلا، يقولون هم رجال ونحن رجال. لا والله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. فيأتي ومن يتكلم فيهم ويطعن فيهم. ولا بد أن نفهم أن الكلام في الصحابة والطعن في الصحابة هو طعن في دين الله جل وعلا. ما المقصود به الصحابة في نفسهم؟ وإنما المقصود به دين الله جل وعلا، لأن هذا الدين ما وصلنا إلا عبر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين نقلوا هذا الدين. فلننتبه لذلك يا عباد الله، ونسأل الله أن يوفقنا لاتباع دينه كما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم الموصل لجنة رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع كلمة الدين بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على جزيل نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.